يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم، الله يسعدكم صبايا من وين كنتوا عم بتتابعوني. كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحه وعافيه. اشتيت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اليوم كتير حلو ومليان وصفات. طبختنا الأساسية رح تكون مندي، رح حضر معاكم الفتوش ورح حضر شوربة الخضار، وكمان رح نساوي من عجينة الرقايق 3 وصفات. يلا حطولي لايك وخلونا نبلش الفيديو مع بعض. بس بدي أذكركم بشغلة يا صبايا قبل ما نبلش الفيديو، بتمنى منكم إذا بتشوفوا فيديوهاتي وبتحبوها وما بتكونوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. وإذا كنتوا من أصدقائنا بالقناة بتمنى منكم ما تنسوني من اللايك والتعليق، خليلي قلبكم أنا، ربي ما يحرمني منكم ومن تعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الطيبة، الله يا رب يجزيكم الخير. هلأ مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق انه كمية السمبوسك يلي عملتها خلصت، فبقيان عندي رقايق يلي ساويت فيهم، وكمان عندي جبنة بيضاء قلت خليني ارجع اعمل كمية جديدة. وكمان حبيت جرب الجبنة المثلثات بحشوة السمبوسك، قلت لأ شوف شلون رح تطلع. وكمان مو قلت لكم عندي قريشة وانه بدي استخدمها قبل ما تنتزع، فحشيتها وعملت فيها زنود الست، يعني عملت حشوتين للسمبوسك ووحدة عملتها حلا. هلأ صراحة أنا حشيتهم بس لسه ما قليتهم، قلت لكم إنه لسه عندي حلويات فحشيتهم وحطيتهم بالتلاجة، بلكي إن شاء الله بكرة بدي أقليهم وفرجيكم شلون رح يطلعوا. هلأ الرقايق يلي أنا بستخدمها هي بتصير للحلو وبتصير للمالح، يعني بإمكانكم تستخدموها للبقلاوة وبإمكانكم تستخدموها مثل ما استخدمتها أنا للسمبوسك، وكمان نفس العجينة بعمل فيها البوريك. هلأ هي بتكون العجينة رقايق كبيرة وأنا بقطعها، يعني سواء بتكون تسوى مثلثات بتقطعوها شرايح رفيعة، أو هلأ أنا شفتوا عملتها مثل السبرينج رول مربعات وحشيتها جبنة بيضة، ويلي حشيتهم قريشة ساويتهم يعني شوي إنه أرفع لحتى ما يطلعوا معاي إنه طوال. هلأ الحشوة الأولى يلي استخدمتها قلت لكم نحن كتير منحب السمبوسك بالجبنة البيضة، حطيت لها حبة البركة وسمسم وأحيانا بحط لها بقدونس على حسب يعني. هلأ شفتوا خلصت الجبنة البيضة وقلت لكم عملت كم حبة جبنة مثلثات، قلت بدي جربها، عن جد يعني طلعت كتير كتير طيبة. هلأ أنا شفتوا عملت كم حبة قلت بدي جربون، فكتير حبوها الولاد، وخاصة انه يعني لما بتجوا بتاكلوها الجبنة بقلبها بتكون سايحة، بس يعني ما انا مثل الجبنة السائلة بتحسوها هيك بتطلع لبرا وانه بتصير كتير هيك سائلة، لا بالعكس بتحافظ على قوامها وكتير طيبة. النكهة تبعيتها كتير قريبة لنكهة الجبنة اللي بتكون بخليط النحل، شفتوا شلون الجبنة يعني بتسيح بس بنفس الوقت لسه محافظة على قوامها، فكانت كتير طيبة. وهلأ هون هدول زنود الست قلت لكم حشيتهم بالقريشة، بس زنود الست شوي هيك كانوا انه عراض، كترت الحشوة بقلبهم. هلأ هن بتعرفوا زنود الست بيكونوا رفاع وقصار، انا تبعاتي صار شوي هيك انه عراض، بس قلت يلا مو مشكلة هيك بيطلعوا اطيب على الاكل. هلأ أنا رح أعملهم بالقلاية الهوائية، رح أحط لهم سمنة وحمصهم وشوف شلون رح تطلع النكهة تبعيتهم، وبإذن الله رح صور لكم إياهم. هلأ قلت لكم دائما لما ببلش بالطبخ ببلش بالشغلات يلي بتاخد مني وقت أكتر شي. هون غسلت الدجاج وحطيته على الغاز، وبعدين سويت السمبوسك وسويت الحلو، على بين ما خلصتهم كانت مستوية عندي الدجاجة وشلتها. قلت لكم اليوم بدي اعمل مندي. هلا لما سلقت انا الدجاجة حطيت معاها بصل وورق غار وقرنفل وحب هال وحطيت لها ملح، هيك استويت عندي الدجاجة شلتها لحتى حمرها، وصفيت المرقة تبعيتها لحتى اطبخ فيها الرز. هلأ مثل ما لكم شايفين لطبخ الرز حطيت زيت وسمنة، المندي بنحط له سمنة مو مثل الكبسة، الكبسة بنطبخها بزيت. شفتوا فرمت ثوم وفرمت بصل وحطيت حبتين فليفلة وبلشت قليهم، بس يستوي البصل رح أطفئه مرقة الدجاج وخليهم يغلوا كتير منيح،
وطبعا راح احط له البهارات، بهارات المندي. النكهة الأساسية فيه هي القرفة، الكزبرة وشوية هال، وراح احط مكعب ماجي. هلا هون بعد ما قليت البصل واستوى وطلعت هيك ريحة البهارات، رجعت نزلت مرقة الدجاج يلي صفيتها. هلا مثل ما قلت لكم راح اغطيها واتركها هيك تغلي 5 دقايق 10 دقايق، وبعدين بدي نزل الرز فوقها. هلا بدي اعمل الفتوش، وكمان عملت الدقوس او الشطة. حطيت بمحضرة الطعام بصل وثوم وفليفلة وبندورة، وبدي احطهم على محضرة الطعام، اخفقهم كتير منيح، ووقت التقديم بحط لهم عصرة ليمون وشوية ملح، وهيك بيكون الدقوس صار عنا جاهز. وهلأ هون راح نحضر الفتوش، طبق اساسي لازم كل يوم، يعني مستحيل نستغني عنه. كلكن يعني بنعمل تبولة تركية بنرجع للفتوش. هلأ هون خلصت الفتوش وبدي حضر شوربة الخضار. اليوم غيرت عن الشوربات، في كتير صبايا لما سألتكم بالفيديو السابق ايش عم تساوي شوربات، في كتير صبايا كتبولي انه شوربة الخضار، شوربة الشعيرية، شوربة الفطر، البروكلي. هلأ الفطر والبروكلي الولاد ما بيحبون، فيعني ما رح ساويهم، رح اجرب انه مثل هلأ اليوم شوربة الخضار بلسان العصفور. وكمان في صبية قالت لي شوربة الشعيرية كمان طيبة، كمان ان شاء الله رح اجربها. هيك تغيير عن الشوربات اللي بعملها انا. حطيت زيت وحطيت بصلة وجزر، ورح احط البازل لقليانه كتير منيح، ورح احط معاهم بتحبوا مكعب ماجي، انا عندي ماجي بودرة وخضار، يعني عن جد بيعطي للشوربات نكهة كتير طيبة. رح قليهم كتير منيح وبعدين اغمرهم بالمي ونزل لسان العصفور فوقهم، او حتى بامكانكم هاي تعملوها بالشعرية كمان بتطلع كتير طيبة. هلأ كمان اذا لاحظتوا انا وقت اللي بعمل الشوربات، يعني سواء لسان العصفور او الشعرية، ما بحمصها. في كتير صبايا قالوا لي انه جربي حمصي الشعرية بتعطيكي نكهة كتير اطيب، وكمان لسان العصفور. هلا انا جربت مرة اني حمصها وجربت انه بدون تحميص، ما بعرف ما حسيت هذا الفرق بالنكهة. بس ايش اللي بيفرق معاكم؟ بيفرق انه الحبة، يعني حبة المعكرونة ما كتير بتكبر، يعني انا مثلا بعمل 4 كاسات مي بحط لهم اقل من نص الكاسة لسان العصفور، فما شاء الله بتعمل لي 6 زبادي. بينما اذا تحمصت لسان العصفور ما بتكبر هيك، يعني تصير كميتها اقل شوي، يعني بتحسوا الحبة محافظة على شكلها وما كبرت كتير وقت الطبخ. هلأ بعد ما غلت مرقة الدجاج مع البهارات، كنت نقع الرز غسلته وحطيته، ولما نشفت المي عن الوجه وطيت الغاز وتركته هيك يتهدى ويتفلفل على راحته. وكمان هلأ الشوربة على الغاز، وهلأ الدجاجة شفتوا اخدت شوي من مرقة الدجاج، حطيت فيها شوية ملون طعام ودهنت الدجاجة كلياتها، وهون حطيت لها بهارات الدجاج. وبعدين بدي ادخلها على القلاية الهوائية لحتى تتحمر. بس من اتحمرت يا انه بتدهنوها شوية زيت او شوية زبدة، ولما بتطلع انه عشان ما تنشف رح اغطيها شوي. من بعد ما جبت القلاية الهوائية صرت لاقي استخدامها اسهل من الفرن، انه تشغلي الفرن وعلى بين ما يحمى، لا هي ما شاء الله بتحطوا الشغلة فيها فورا انه بتتحمر وبتستوي، لقيتها كتير اسرع من الفرن، وحتى انه اسهل، يعني هيك بتكون قدامكم فبتستسهلوا انكم تستخدموها. هلا هون الرز شفتوا عندي بعد ما استوى ونشفت المي تبعيته، حطيت له ملون الطعام. هلا انا بحب حط الملون باخر مرحله وما حركه الا وقت التقديم، عشان انه ما كل الرز يصير انه هيك ملون، لا بدي حبه مثلا تبقى بيضة وحبه حمراء وحبة صفرة. هلأ اليوم حمرت الدجاج باللون الأحمر، بالعادة بعمله أصفر بس قلت هيك خليه يعطي لون حلو للأكل يعني، فحمرت الدجاج باللون الأحمر. وهلأ هون تبلنا الفتوش، فتوشنا هاي السنة هيك موضة جديدة بدون بقلة، قلت لكم والله لهلأ ما لقيت بقلة، بعدين قلت خلص يا بنت لسه كل يوم بدك تأجلي الفتوش عشان البقلة، خلص بدون بقلة. والله صرت حط له توم وباقي مكونات وخلص، يعني يا انه بحط له طحينة يا انه لا. هلا شفتوا اليوم حطيت له طحينة على وجهه ورشيت له هيك سماق وصار بشهي.
هذول الخبزات كمان سويتهم بالقلاية الهوائية، عن جد يعني كتير أخاف من إنه الخبز يكون مقلي بالزيت. وهي هون الدقوس عندي جاهز سكبته وخلص، هلأ هون بقى عم نسكب الأكل، كل شي عنا استوى وعم نرتب الطاولة ونسكب الأكل. شوفوا لي السمبوسك شلون طالع شكله ما احلام. هلا صرت حب انه ساويه بهذا الشكل، ما بعرف لقيت هيك عم بيطلع شكله احلى من انه ساويه مثلثات، وكمان انه مع التحمير بالقلاية الهوائية كتير عم بيطلع طيب، ولون التحميرة تبعيته عن جد بتشهي القلب. هلا هون الشوربة تبعيتنا استوت وسكبناها، وهذا الرز دخنته وصار جاهز. هلا بقى بدي احركه واسكبه. شفتوا انه لما بتحطوا ملون الطعام وبتكون المي ناشفة الرز بيبقى لونه ابيض؟ هلأ على التحريك بيتلون معاكم، يعني شي بيصير احمر وشي بيصير اصفر. طبعا على حسب، في ناس بتحب تلون الرز كلياته احمر او اصفر، حسب كل واحد شلون بيحب. قلتلكن انا بحب هيك يطلع معاي الرز ملون. امبارحة وقت اللي نزلت الفيديو وشفتوا وقت اللي سكبت الرز والملوخية، بتحسوا الكميات شوي قليلة. قلتلكن اني انا ما عم كتر الكميات الطبخة لحتى تخلص، ورغم هيك يعني الكميات يلي بطبخها ما بيخلصوا. يعني اليوم عملت المندي كاستين رز، وامبارحة وقت اللي عملت رز وملوخية كمان عملت كاستين رز. في صبية علقت لي انه انتو ما شاء الله يعني 6 اشخاص، شلون بتكفيكم هالكميات؟ يعني انتي سكبتي شوية رز وشوية ملوخية. هلا والله لسه ما خلصوا يعني الملوخية والرز، قلتلكن زاد زبدية ملوخية وصحن رز سخنتن على السحور، وهذا المندي كمان وقت اللي تعشينا كمان ما خلص. هلا بتحسوا الوجبة الأساسية كميتها قليلة، مثلا مثل اليوم كاستين رز ونص حبة دجاج، ونحن 6 اشخاص بس والله ما بيخلصوا. جوزي ما بياكل دجاج ومرت عمه ما كتير بتحبه، ونحن يعني بقينا 4 اشخاص. والواحد لما بيكون صايم، شفتوا يعني انا عندي المقبلات او الاطباق الجانبية، يعني دائما في كذا صنف على الطاولة. يعني اذا واحد بده ياكل حبة سمبوسك او حبتين، وبده ياكل صحن الشوربة وصحن الفتوش، واحيانا في بيكون كبة نيه او التبولة التركية. يعني عن جد يعني لما بده يجي على الطبق الرئيسي بتحسوا انه يعني تقريبا شبعان بياكل كم لقمة. فعشان هيك والله الكميات يلي بطبخها ما بتخلص يعني. وسبحان الله يعني بتحسوا الاكل بيختلف من شخص لشخص. يعني في ناس قلتلكم ما بتحب تعمل هدول المقبلات وخلص الوجبة الاساسية مع صحن الشوربة او صحن الفتوش، فبتفرق يعني هون الكمية. هلأ من أول رمضان لهلأ ما في طبخة من الطبخات يلي عملتون خلصوا من وقت العشاء. يعني شقد من كانت الكمية قليلة بتلاقوا زاد صحن، يا أنه مناكله على السحور، يا أنه مثلا الأولاد أنه بياكلوا قبل ما يناموا، أو بتبقى لتاني يوم. هلأ هون الدجاجة بعد ما حمرتها بالقلاية الهوائية، حطيت لها هيك معلقة زيت ودهنتها وغطيتها، هي بتبقى سخنة وهي عشان ما تنشف معي. شفتوا سكبت الرز، حطيت الدجاج والمكسرات، وصارت سفرتنا جاهزة. اليوم ألوان السفرة بتفتح النفس، حتى الشوربة تبعيتنا اليوم ملونة. أحيانا بتحسوا الأكل هو بيزين حاله لحاله لما بيكون فيه ألوان. يلا يا صبايا اللي وصلت معي بالفيديو لهون وما حطت لي لايك، تحطي لي لايك وتعطيني رأيا بطبخة اليوم. يلا وتعالوا اعطوني هيك افكار لطبخات بكره، مثل ما كتبتوا لي بالتعليقات على الشوربه، هي اخذت منكم وصفتين. يلا وكتبوا لي بالتعليقات ايش عم تطبخوا برمضان لحتى هيك اخذ منكم شويه افكار. ما بعرف امبارحه كتير كتير احترت بالطبخه، مع انه انا ما بطبخ هيك رز ورا بعضهم. شفتوا طبخت رز وملوخيه، وتاني نهار عن جد يعني ما اجى على بالي ولا طبخه، فقلت خلص بعمل مندي. هلأ وقت اللي قلت لكم امبارحة انه بدي رتب المطبخ واجلي الجليات ونصلي التراويح وبعدين نشرب قهوة، في صبية يمكن سألتني انه انتو بتروحوا بتصلوا التراويح بالمسجد ولا بتصلوا بالبيت، وانه في عندكم مساجد ولا ما في. هلأ هون انا بالهي القرية اللي ساكنة فيها ما فيها مسجد، بس المدينة فيها مسجد، بس والله ما عندي فكرة اذا يعني فيه نساء.
يعني هلا هو في مسجد بيصلوا فيه التراويح، بس ما بعرف انه اذا في نساء بتروح على المسجد وبتصلي. نحن والله ما نصلي بالبيت، شفتوا عندي المسافة يعني كتير بعيدة بين انه بيتي والمدينة، فصعب انه كل واحد كل يوم الواحد انه يروح ويجي. وغير هيك يعني على بين ما والله ما نضب الطاولة، قلت لكم انا بروح بصلي المغرب وبعدين بنجي بنضب وبنجلي، بيكون صار وقت يعني بيكون اصلا مأذن العشاء ومنروح منصلي. فالله يا رب هيك يكتب أجرنا وأجركم جميعا. شربتوا قهوتكم ولا ما شربتوها؟ كنت دائما ببداية كل فيديو قلكن يلا إذا ما شربتوا قهوتكم ومجهزوا فنجان قهوة واشربوا واحضروا الفيديو. هلأ دائما قهوتنا بتكون بآخر الفيديو. يلي مدمنين القهوة شو صار معاكم؟ تعالوا احكوا لي تعودتوا ولا لا؟ هلا والله انا يعني ما كتير فرقت معي، شفتوا لاني قبل رمضان هيك انشغلت كتير كتير، احيانا يصير بعد المغرب ولسه ماني شربانة القهوة. فاجا رمضان الحمد لله رب العالمين، يعني خلاص امورنا تمام، منصلي وبعدين بنشرب قهوتنا. هلا شفتوا قلت لكم اليوم جهزت زنود الست على اساس اني اقليهم يعني واقدمهم مع القهوة، بعدين قلت في عندي هذا الكيك خلينا نخلص منه. هلا هو مو كيك، صاير تشيز الاوريو، خلينا انه نقطعه وناكله، وبكره ان شاء الله بنقليهم. ما حطيتهم بالفريزر، حطيتهم بالثلاجه، ما بعرف خفت حطهم بالفريزر لانه محشيين قريشه، انه خفت انه تجمد وترجع تفك الثلج عنها فتفرط، فحطيتهم بالثلاجه. على كل بكره بنقليهم وبنشوف شو راح يصير فيهم. وهلا هيك صارت قهوتنا جاهزة. هلا ونحن بنشرب هذا الفنجان بنرجع نشرب مرة تانية، لأني الفناجين يعني صغار والمتعود يشرب كذا مرة باليوم وفنجان كبير، فأحيانا قبل السحور بنعمل فنجان، أحيانا لا خلاص شربنا هدول المرتين فخلاص. وبما انه قهوتنا جاهزة وتحلايتنا جاهزة بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته. ان شاء الله يا رب هيك دائما تكون فيديوهاتي خفيفة ولطيفة ومفيدة بنفس الوقت. عن جد لما بتكتبولي هيك تعليقات انه عم ناخد منك افكار، عم نستفيد من وصفاتك، اش قد هيك بنبسط وبحس انه يعني تعبي ما بيروح على الفاضي. الله يا رب هيك يسعدكم ويجبر خاطركم، وإن شاء الله دائما بتكون هيك فيديوهاتي مفيدة وبكون عند حسن ظنكم. وبتمنى منكم ما تنسوا جوزي من دعواتكم وتترحموا على البابا وعلى جميع الأموات. الله يا رب هيك يرحمون ويغفر لهم ويجمعنا فيهم بالفردوس الأعلى. الله يا رب هيك يشفي جوزي ويشفي كل مريض يا رب. وهلا صار لازم ودعكم وقلكم إن شاء الله بشوفكم في فيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال.